قاسمي معنا صورة وصفة الأسبوع اللي حضرتي مع منتوج دامتي اللي استعملتي، دامتي بقري، دامتي غنمي أو دامتي دجاج، وفوزي كل يوم بمجموعة منتوجات دامتي وكل نهاية أسبوع بمقلات هوائية. دامتي، طياب فن ومتعة. كل يوم عندكم هدايا اللي هي عبارة عن منتوجات دامتي، بالإضافة أن الرقم ديالكم كيدخل قرعة الأسبوع اللي فيها إيرفراير أو لا قلاية هوائية أو لا مقلات هوائية. مرحبا ودائما الحظ الموفق إن شاء الله للجميع. اليوم غنمشيو لمدينة سلا. فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام لالا جميله، لاباس عليك؟ امور هانيه الحمد لله، الله يحفظك. الله يحفظك. انا فرحانه حيت كندوز معاك. وانا اسعد. بالعكس، مرحبا. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا للشهاده وشكرا لدامتي على المسابقه. نعم، تحديتي الطياب هاد السيمانه ياك. الله يا ودي. الحمد لله. بدا منين عجبك الطواجين ديالي؟ شوف، تبارك الله كيصيفطوا السيدات ولكن كينساو ليا شي ديتاي من الحوايج اللي كنطلبوا، وما شاء الله عليكم كاملين صراحه الله. دونك انا درت لك جميع الشروط اللي طلبتي. يعني غير قبلين، راني درت كل شيء. انا خاصني غير نشوف شروطك. انا خاصني نشوف غير الشروط كلها مطبقه. واكيد مرحبا الصراحه بكل السيدات، وما تكونيش يلا ربحتي فقط. هذا هو الشروط. هذا هو الزوج. عارفه الشروط بالمزيان. هذا الشيء اللي كاين. دونك شنو درتي لنا؟ شنو درتي الطبق ديالك؟ انا اليوم درت الطاجين ديال الكباب المغدور بدامتي بقري. واخا، دونك عطينا الطريقه ديالك ديال الكباب المغدور. انا لا في الطواجين درت، قطعت واحد البصله كبيره وزدت عليها شويه القزبر والمعدنوس مقطع، وزدت عليها دامتي بقري، وزدت هذا القزبر حبوب مدقوق، ودرت البزار، الجنجبير، الخرقوم عرق، مليحة، شوية ديال الزيت، وشحرت داك الشيء شي شوية، وزدت طريفات ديالي ديال اللحم، وزدت معهم طريفات ديال الشحمة. أيوة زدت شحرت مزيان، وزدت لميها، وسديت عليه وخليته. طاب وجا ما نعاودش ليك. الله الا جا بنين. بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. دونك استعملتي كلشي ودرتي دامتي ديال البقري ودرتي التوابل ديالك ودرتي هادشي كامل وعطيتي للوليدات والعائلة. هذاك الشيء اللي كاين صوبته وجا بنين ولديد وما نعاودش ليك. المهم ما شهيتك. بصحتك وراحتك. بصحتك. بصحتك وراحتك. بصحتك وراحتك. شكرا لالا جميلة، وتنشكرك بزاف بعدا على المواضيع اللي كتقترحي كاملين في شادة الأسرة. الله يحفظك. كنشكر شادة اف ام وكنشكر دامتي على المسابقة. أول شيء بعدا مبروك عليك مشو مع المنتوجات من دامتي، بس زيدي تفني وتزيدي تحضي في الطياب. شكرا لك بزاف فاطمة. ما تنسيش أن الرقم ديالك غيدخل في قرعة هذا الأسبوع، نشوف شكون اللي غيربح معنا الإيرفراي. شكرا لك بزاف. شكرا لك فاطمه، وشكر موصول ايضا لكل السيدات والساده اللي مرحبا بالتواصل ديالهم. ربما ماشي كنكثروا عليكم الشروط، ولكن هذه هي شروط المسابقه، يعني انكم ديروا الطاجين. اليوم الاقتراح ديال الاسبوع من دابا حتى الخميس هو الطاجين ديال الكباب المغدور او لا طبق ديال الكباب المغدور. المنتوجات اللي غتستعملوا فيه كتصوروهم معاه ديجا، ماشي المنتوج بوحديته والطبق بوحديته، هذا اللي كنلقى بزاف ديال الصور، زائد الاسم ديالكم بالكامل. الله يعطيكم الخير ومدينه منين انتوما. هادو شروط اللي هي اساسيه، وكترسلوا دائما الوصفه ديالكم على الورق ديال الواتساب اللي هو 07 02 02 40 40، وحد موافق ان شاء الله للجميع. وانتي شنو هو منتوج دامتي اللي حضرتي به وصفه الاسبوع؟ دامتي كتهدي كل يوم مجموعه من المنتوجات، وفي نهايه الاسبوع مقلات هوائيه. دامتي، طياب فن ومتعه.